حيث أن طلبة كلية العراق في مرحلتهم الأولى بمختلف أقسامها قدموا خلال الأسابيع الماضية نموذجاً للتعاون والتنسيق لإنجاح هذا الحفل. وعلى غرار ذلك أدعو الآن عميد كلية العراق الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الهادي الحساني لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. إخواني الكرام، أولادي، بناتي، أعزائي، السلام عليكم. من دواعي السرور والفرح والامتنان أن نكون معكم، مع أولادنا الأعزاء، فلات أكبادنا، في هذا اليوم، في هذا اليوم الذي نحتفي فيه ونحتفل باستقبال كوكبة جديدة لكلية العراق الجامعة، ليكونون بعد 4 سنوات إن شاء الله قادة مجتمع وريادة مجتمع، ويكون قدوة في كل شيء. احنا اليوم في ضيافة أولادنا وأحبائنا وطلابنا، نحن اليوم ضيوف عندكم، لأن هو هذا يومكم، يوم احتفالية الطلبة. يا ضيفنا لو جئتنا نحن ضيوف وانت رب المنزل، فاحنا اليوم ضيوف عندكم، وأنا واثق أن كل طلبتنا يحملون من الأخلاق النبيلة الكبيرة الذي فيه تسمو وتتكامل مع الشخصية المعرفية. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكرا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يوم يوم التعارف، يوم المعرفة أيضا، هي المعرفة من أصل فعل الماضي الثلاثي عرفة، فالمعرفة والتعارف هو من أصل واحد، وعليه لا تكمل التعارف، لا يكمل التعارف إلا من خلال المعرفة. فنحن هنا ندعوكم أن تزودوا بخير الزاد ألا هو العلم والتقوى، ونتمنى من أولاد الأعزاء يستفيدوا من هذه الحفلة ليس فقط بطريقتها الروتينية، لكن يكون في طريقتها التي يراد منها أن يكونوا متكافلين. فالتعارف لا يكمل حتى الله سبحانه وتعالى يقول: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن كرمكم عند الله أتقاكم. لا يتم هذا الشرف الكبير إن كرمكم عند الله. وكان بنا الله يحفظه أحمد مكي جاد علينا بكلمات من القرآن الكريم، وقال أيضا في كريم الإنسان: لقد كرمنا بني آدم. فالله كرم الإنسان، ولكن بدون معرفة لا يمكن أن يعرف الله، ولا يعرف نفسه، ولا يعرف واجبه. نحن اليوم لا نريد أطيل عليكم قدر ما نحب أن تتعارفوا وتعرفوا أن كلما زاد فهمكم ووعيكم ومعرفتكم كلما زاد تعارفكم أكثر. التعارف معناها أنكم تتعرفوا على بعضكم البعض في البعد الاجتماعي، في البعد العلمي، في بعد الصداقاتي، لأن هذه الصداقة لا زالت أنا أكون كل محبة ومعزة واحترام وتقدير وذكريات جميلة لإخواني وخريجي جامعة البصرة في قبل أكثر من 40 سنة، ولها طعم خاص. فأتمنى من حضراتكم أن تستفيدوا من هذه 4 سنوات وأن تسابقوا بالخيرات. التسابق بالخيرات هو معنى أن كل ما وقل ربي زدني علما. نحن نفتخر واحتز بكثير من خريجينا لأن قد ثبتوا في ميادين المعرفة وأثبتوا للعالم البصري والعراقي بأنهم قدوة في معرفتهم. وأنا أصور جامعة العراق لا تتحدث عن نفسها، أن الطلاب يتحدثون عن جامعة العراق. فاحتفاءنا بكم
كما قال لهم فتيتهم آمنوا بالله فزادهم هدى. إن شاء الله أنتم آمنتوا بالله، آمنتوا برسالاته، آمنتوا بأن الله يكرمكم بالمعرفة، آمنتوا بأن المعرفة هي مقدمات معرفة الله، آمنتوا بأن الله سبحانه وتعالى أول ما طلب الإنسان قال له اقرأ، بل أول ما عرف آدم قال له وأعطاه المعرفة وباهل به الملائكة والجن. فنحن هنا نعمل جاهدين أن نتكافل ونتكامل، ليس فقط لأن هدف منها أن تحصل العلم، أيضا نتعارف مع بعضنا البعض، يتعارف الطلاب بعضهم البعض، يتعارف الأستاذ مع بعض. ذلك هناك ساعات مكتبية كل أستاذ، وهناك أيضا نشاطات طلابية، وهناك نشاطات علمية. أتمنى الجميع يستفيد من هذه الفرصة ويكون جزء من حالة البناء والإعمار في هذا البلد. وهذا ما أتمنى لكم من كل قلبي، وأنا أتصور أساتذة من كل محبة ومعزة لدعمكم. والله يقول وقلوا اعملوا فاسأل الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الهادي الحساني عميد كلية العراق الجامعة، الرجل الذي لم يدخر جهدا لإنجاح كل ما من شأنه أن يقدم الأفضل لطلبة كلية العراق الجامعة.